فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل طلب المال للإعانة على الزواج من الجمعيات الخيرية والمؤسسات؟ هل طلب المال للإعانة على الزواج من الجمعيات الخيرية يعتبر من المسألة المذمومة؟ إذا كنت محتاجا ولا تقدر على الزواج، محتاج إلى الزواج، محتاج إلى الزواج، تخاف على نفسك وتريد الإعانة من الجمعية أو من غيرها، لا مانع، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. أما إذا كنت تقدر على الزواج أو لست بحاجة إلى الزواج فلا تسأل الناس. نعم.